استاذ عبد اللطيف، الكارتي يعني عامل الهلال الاحمر المغربي على توفير الاسعافات الاوليه في مباراه او في مباراه افتتاحيه، وكذلك الدوري منظم دوري ربيعي لجمعيه الرياحيين تنميه العالم القروي. اش ممكن تقولنا على المشاركه ديالكم في هذا، يعني من ناحيه تامين بغي نقول الاسعافات الرياضيه بالنسبه لهذه المباراه هذه؟ على كل حال، الهلال الاحمر فرع العرائش هو كيحاول ما امكن يتواجد في بعض المحطات الرياضيه اللي كينشر هذه الثقافه ديال الاسعافات الاوليه. فحنا كنتواجدوا في هذا النشاط الرياضي، كنمثلوا الهلال الاحمر المغربي بالعرائش، كنحاولوا ما امكن ننشروا هذه الثقافه ديال الاسعافات الاوليه، وهي ثقافه خاصها تكون موجوده في كل التظاهرات الرياضيه، لان كتقدر توقع بعض الحوادث، وهذا هو الشيء اللي جعلنا نتواجدوا هنايا. لبينا الطلب ديال الجمعيه ديال الرياحيين، وحنايا راه الاشاره ديال اي طلبات ديال الجمعيات اللي كتهتم بالعمل الاسعافي، والهدف ديالنا هو ان نامنوا بعض الامورات بحال اللي قلتي، نامنوا بعض الحوادث اللي تخطر، بعض الكسور ولا بعض التدخلات اللي كتكون عنيفه، او بعض الاغماءات اللي خصنا نكونوا متواجدين، اللي كنوفروا الحمايه والوضعيه المريحه للمصابين ريثما نقلوهم للمستشفى. نعم، بالنسبه الاخص بالنسبه للعالم القروي، يعني اللي ثقافة التطوع يعني هي جديدة بالنسبة للمجتمع المغربي عموما، يعني كيفاش انتم كيمكن تساهموا في نشر الثقافة ديال التطوع بالنسبة للأوساط، يعني خاصة العالم القروي؟ فعلا صعب قدر، هذا سؤال في محله، لأن هذه تجربة حاولنا نخرجوا من مدينة العرائش ونحاولوا نمشيو للعالم القروي، لانه في امس الحاجه باش نوصلوا لها الثقافه ديال الاسعافات الاوليه، هو في امس الحاجه باش نكونوا حنا كجمعيه ديال الهلال الاحمر، وك ناس اللي كيرفضوا الهم ديال العمل التطوعي اللي خصو يتنشر بصدق وبالخصوص في العالم القروي. فحنا عملنا هذه التجربه في الرياحيين، وحنايا مستعدين باش نتواجدوا في اي مكان في العالم القاري من اجل نشر هذه الثقافه ديال الاسعافات الاوليه، ومن اجل باش نخدموا المجتمع القروي بشكل تطوعي ونشروا هذه الثقافه ديال العمل التطوعي. والصعوبه ديال العمل خاصه بالنسبه يعني المنطقه ديال العالم القروي اللي نقولوا كتفتقر البنيات يعني الصحيه، صحيح صحيح، سواء صحات او مستشفيات، صحيح. يعني كيفاش انتم يمكن تساهموا في نشر الثقافه، يعني شنو العمل اللي كتقوموا به مثلا على مستوى الاقليم؟ على كل حال، هي كاينه الصعوبات وكاين الاكراهات، ولكن رغم الصعوبات والاكراهات وبالخصوص على المساله ديال المواصلات، فحنا كنحاولوا نتواجدوا. الهدف ديالنا هو اننا بغينا العالم القروي اولا نشرو فيه العمل ديال التطوع، ثانيا كاينه بعض الامورات الاجتماعيه، ظواهر اجتماعيه، ظواهر صحيه. المكتب ديال العرائش هو اللي في الحقيقه عنده واحد التفكير جاد باش يقتحم العالم القروي في نشر بعض الثقافات ديال الامراض اللي كتنتشر في المناطق، بعض الامورات اللي خص بعض الامورات ديال البيئه، للصحه ديال الابار وللصحه ديال العيون اللي كتقدر تسبب مشاكل ديال الاسهال ولا ديال التلوث بالنسبه للمواطنين. فحنا عندنا برنامج مستقبلي على اننا غادي نقتحموا العالم القروي ونوصلوا لابعد نقطه. الهدف ديالنا هو ان نوعيوا الناس بعض المخاطر ديال التلوث، ونوعيوا الناس بعض الامراض اللي كتقدر تسبب وباء في المنطقه. في نفس الوقت نوصلوا لهم الهدف ديال الهلال الاحمر اللي هو هدف تطوعي، ونعرفهم الاسعافات الاوليه اللي خصها تكون في حقها في كل دار وفي كل جامعه وفي كل مدرسه. نعم، بالنسبه لتامين هذه المباراه هذه، يعني شنو هي الظروف اللي كد يعني الظروف ديالها مثلا لقيتوها اللي ربما عندنا خصها تحتاج مثلا لاحظنا بان الاصابات اللي كتصاب غالبا كتحتاج لسياره يعني اللوجيستيك مثلا، نعم، نقل اللاعبين اللي كيتصابوا وداك الشيء، واش كتوفروا على الامكانيات كامله يعني؟ عندنا امبولونس، الامبولونس ديال الهلال الاحمر كانت اليوم كانت خارجه في واحد المهمه انسانيه، والشيء اللي ما هي كانت تكون حاضره معنا، لان الضروري ديال الامبولونس خاصها تكون قريبه لنا، اللي كندخلوا نعملوا التدخل لنا المصاب خصنا ننقلوه في اقرب وقت. وعندنا اتصال مباشر مع الوقايه المدنيه اللي تا هما كنحيوا من هذا المنبر على انهم تا هما كيتجاوبوا معنا،
ورغم ان بعض كتجيهم بعض المكالمات الكاذبه، ولكن هما كيعرفوا الطريقه اللي كنتكلموا معهم بطريقه كتكون تواصل فيها احترافيه، وكيعرفون باننا حنا اللي كنعيطوا لهم، فهما مشكورين على هذا الامر. اللوجيستيك بالنسبه لهاد المقابله نسبيا نقولوا متواجد، لان ملي تواجدنا هنا كهلال الاحمر كنا واعيين بالدور ديالنا، وكنا احنا في اتصال مباشر مع الوقاية المدينة، وفي اتصال مباشر مع لومبيلونس ديالنا. الا كانت شي حاله اللي كتستدعي باش تجي لومبيلونس غادي نعيطوا لها. وهناك عده مناسبات وعده انشطه لم تكن لنا مع الاسف يعني لم نواكبها، مثل مثلا بعض الدورات التكوينيه خاصه اللي اقتحمت فيها هي الاحمر المؤسسه التعليميه قيم بدورة تكوينيه. شنو يمكن تقول لنا على يعني البرنامج ديال الاحمر السنه يعني على مستوى التكوين يعني والتكوينات والاسعافات الاوليه؟ نعم، هذا واحد البرنامج ديال اللي شراكه ما بين الهلال الاحمر المغربي وما بين الصليب الالماني في نشر ثقافه ديال الكوارث، كيف نتعامل مع الكوارث بالنسبه للتلاميذ والاطفال وبالنسبه للاساتذه داخل المؤسسات. لا قدر الله وقعت كارثه، اما زلزال اما تسونامي اما تهدم ديال البنايات، كيفاش الاطفال والتلاميذ يتعاملوا مع هذا النوع ديال الكوارث الطبيعيه. فهذا برنامج الماني، المغرب الهلال الاحمر مسافيه بعيد. الان دابا كنقوموا بدورات تكوينيه داخل المدارس، منا كنوعيو الاساتذه باش ينخرطوا في هذه العمليه ديال الاسعافات الاوليه، وكنوعيو المديرين وكنحاولوا ما امكن باش ينخرطوا معنا في هذا البرنامج اللي هو حق برنامج دولي. الهدف ديالو كامل هو ان ممكن الان دابا العالم دخل واحد تغير مناخي خطير، وكل شيء محتمل، ممكن تكون تسونامي، ممكن يكون زلزال، ممكن يكون ظاهرة طبيعية كارثة طبيعية. فخصنا كيفاش نقيو نتعاملوا داخل تجمعات ديال الأطفال، وعلى رأسهم تجمعات ديال الأطفال اللي كتكون في المدارس. في نفس الوقت كندخلوا الثقافة للمدارس ديال كيفاش نتعامل مع الخواطر مع الخطأ مع المخاطر، وكيفاش المسؤولين ديال التعليم لا داخل المؤسسات تهما تكون عندهم هذه الثقافة وتهما ينخرطوا في هذه التجربه اللي هي تجربه رائده ديال اللي عملها الهلال الاحمر مع الصليب الاحمر الالماني، ونتمناها وتنجح.